نعمل دلوقتي بقى ديبينج او غموس الكابوريا مع الذره. المكونات: روزماري فريش، ساور كريم، كريمه حامضه، صوابع كابوريا مصنعه، ذره حلوه، فلفل رومي مشوي او روستد في الفرن. هستعمل كبه، هاخد الفلفل، طبعا يبقى فيه زيت وملح وفلفل. نحط الفلفل المشوي، نحط 3/4 الذره، هاخد واحدة أو اتنين تلاتة نزوق بيهم، وأحط صوابع الكابوريا المصنعة، وبعدين الكريمة الحامضة، وأحط روزماري، يعني نقول عود واحد، يعني يعمل معلقة كبيرة أو معلقة كبيرة إلا سنة، نخليها معلقة كبيرة كده، ونخلي ده نزوق بيهم في الاخر. طبعا صوابع الكابوريا والساور كريم، كل الاكل او كل المكونات دي ما فيهاش ملح، فهحط ملح وفلفل، وهحط زيت زيتون زي ما حضراتكم شايفين كده، معلقتين او ثلاثه. هاخد معلقه من الملح الخشن ده صغيره، وزيها فلفل اسود. لو عاوزين بقى تحطوا عليها قرن فلفل حراق، ابص كده في، ماشي، احط عليها قطعتين فلفل حراق بس عشان تديها كيك، يبقى فيها كده طعم كويس. نقفل دي، عشان ابقى شايف الارقام، عشان دي لما بتلف كده بتزود السرعه وبتوطئ السرعه. ابتدي بطيء، نسرع بقى، في طبق اسود علشان يبقى شكلها يبقى باين في الطبق. حاولوا برضو كمان ما تضربوهاش جامد قوي عشان يفضل فيها الطعم، المكونات يبقى واضح، يبقى الحاجه باين قوي انها فريش. ممكن نوسع كده شويه، بقى الايه شويه من الذره في النص.